على غرار الرياضات الأخرى، رياضة بناء الأجسام تعزز مناعة الجسم وتعمل على تحفيز وتحسين مستوى النشاط البدني، وتعمل على شد الترهلات. الاشتراكات في معظم الأندية زهيدة جدا، في أندية من 3000، في أندية من 5000، يعني بتخزينة يوم، وأنت ممكن تعطيها وتستفيد منها شهر وتعود بالنفع والفائدة على جسمك، وتستفيد صحيا وبدنيا، مبتعد عن الأمراض اللي بتسببها القعدة. الرياضة مهمة جدا بالنسبة للشباب لحد من تعاطيهم للقعدة. تحفز رياضة كمال الأجسام على الارتباط بالعادات الإيجابية، خاصة في تنظيم الوقت واختيار الغذاء الصحي، وبإمكان هذه الرياضة أن تكون بديلاً لمجالس القعدة. فاستثمار الوقت والمال المهدورين أثناء تخزين القعدة وممارسة الرياضة سيعود على الإنسان بفوائد كبيرة. يوجد تعارض ما بين تعاطيك للقعدة وممارستك لعبة بناء الأجسام، ضروري الامتناع نهائياً عن تعاطي القعدة.